السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. في هذه الحلقة غادي نقوم بواحد الطريقة اللي سهلة جدا لتجريب جيم باد أو مانيت أو مانيتا كيف كنقولوا بالدارجة المغربية. لقيتها في سوق الخردة، شريتها بثمن يعني رمزي. الطريقة كيف قلت سهلة جدا. دابا نمشيو للحاسوب ونشوفوا واش خدام. خليكم معنا. مرحبا مرة أخرى. أول حاجة من بعد ما مشينا للحاسوب نضغطوا على زر ويندوز وحرف R، أعطينا هذه النافذة وبكل بساطة نكتبوا هذا الأمر joy.cpl ونضغطوا على أنتري. إذن كيعطينا هذه النافذة الثانية، يعني تم التعرف على USB أو تم التعرف على الجيم باد. نضغطوا على بروبريتي كيعطينا ايضا هاد النافذه. ودابا كل ما علينا نجربوا المانيت ديالنا ونشوفوا واش الازرار خدامين. زر السفلي، زر اليسار، زر اليمين، زر العلوي، جوج، واحد، ثلاثة، أربعة. أيضا الأزرار الخلفية، الواحد والرقم ديالو. إذا كيف كتشوفوا فجميع الأزرار اللي في المانيت كاملة خدامة. إذا هذه هي نهاية الحلقة. كيف شفتوا فالطريقة سهلة جدا. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.